يفسر الطالب سبب احتلال العدو الصهيوني الجولان: قام العدو الصهيوني بالعدوان على سوريا في حزيران عام 1967 فاحتل الجولان السوري. وتشكل أراضي الجولان أقدام جبل الشيخ الشرقية وهي من أخصب المناطق في سوريا. وبسبب أنها من أخصب المناطق في سوريا، ليش أنها أخصب المناطق في سوريا؟ الجواب بسبب وفرة مياهها وخاصة بحيرة طبرية، وأيضا خصبة تربتها الموجودة في الجولان. وهذا الأمر أدى إلى احتلالها من قبل العدو الصهيوني. ورغم ممارسات العدو في الجولان، إلا ما زال أهلنا في الجولان متمسكين بالهوية السورية. يعني الناس اللي موجودين في الجولان، السوريين الموجودين حاليا بالسودان بالجولان، ما زالوا متمسكين بالهوية السورية، يرفضون أن يصيرون يهوديين أو إسرائيليين، وما زال يعتزون بهويتهم السورية، ولا نزال نحن نتطلع لإعادته إلى وطننا الغالي. ما زلنا نتطلع أن الجولان هو جزء من سوريا، جزء لا يتجزأ من سوريا، والكيان الصهيوني عدو محتل لأرضنا، وإن شاء الله سوف نعيده إلى وطننا الغالي. أيضا كمان نفس السؤال، من عاود يذكرنا به سبب احتلال اليهود الصهاينة الجولان؟ معلش جاوب. إيه تفضلي. لوفرة مياهها وخصوبتها الزراعية. تمام، وفرت مياه وخصوبتها الزراعية. بيان عمر أيضا، لماذا احتل الصهاينة الجولان؟ بسبب وفرة مياهها كبحيرة طبرية ومسعدة وخصوبتها الزراعية. تمام، لوفرة مياهها وخاصة البحيرة الطبرية وبحيرة مسعدة، وأيضا خصبة تربتها طبعا. وتعتبر الجولان مثل ما ذكرنا من أهم أو من أخصب المناطق في سوريا.